مسافر على سلامتك. ثانية لحظتك على سلامتك. بارك الله فيك لحظتك. أنا وصلت يا شكون؟ لاباس كدا لاباس. ما قلتي يعني لينا كنت لقينا لك وجينا لعندك. والواليده ما بغيتش نعذبك. وعلى سلامتك على سلامتك اوليدي. الله يسلمك الواليده. الله يسلمك الواليده. والله يجعلها مغفره الذنوب اوليدي. وليدي على سلامتك. هادشي اللي كاين الواليده. كدا لاباس عليك. الحمد لله الواليده. كنتي بعدا بخير؟ الحمد لله وليدي الحمد لله. يسهل الامور. الحمد لله. ايوا الواليده قول لي فين هي زينب وسلمى شو ما بانوش ليا؟ ما كاينه ولدي ما نخبي عليك هذه 4 شهور هزات بنتها ومشات للخارج. ما يمكنش الواليده ما يمكنش. كنت متخنة دقيقة شنو المشاكل اللي عندي ما عند حتى واحد في الدنيا خاصك تحس بيا ما كيعيطك تجي تضرب معايا لا تحس بينا بجوج لا تحس بينا اسكت عشي اسكت انا ضر وضر باهين ياكل متبقاش ضرب بزاف متبقاش ضرب بزاف انا مدمر بزاف غندبر عليها غندبر عليها اليوم وريح وشرب فوتشي بزاف ديك الدار فوتشي بزاف انا جن نقول لك اسكت انت قاش دابا انا اللي حاول ندار لي ماشي باش نشرب انا خلاص نزيدو الشراب تعشى معايا اليوم غدا ان شاء الله صافي واللي دار ربي راه هي اللي كتكون صافي شي انا ما سيلونس دابا انا ما كاش شهر صغيرة دابا هنا ماشي مشكل كل سن خلفو خو صافي اليوم الكاو جاية تصبر وتغدار هاكي وليد اليوم الروي ويلي 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 قوقاح شنو نديرو ها نديرو دبر يا يلا وين شي بريق الله يعفو عليك شي بريق الله يعفو عليك ما تسلكنيش اخويا صافي لا جاز وبلش نوض عندو نوض خلينا نسكر انا نوض نوض نازوا فني عفلي انا نجيب القفه بقى القفه ما بقاتش البريكا صاحب محمود رقناك ما عندناش بريكا رقناك ما تكملش شعلوا قارو ردوها لك وانا عارف شي لاصق حالك سيرش من بريكا ولا بريكا قرطازه معاك العب ها والله انت تشوف شوفها شوفها مفتوح شوف مع راسك السي كتف الا مشات هي راه كاينين بلاد الناس انا الوالده بقات فيا البنيه هي اللي بقات فيا وما هي ما تكملنيش انا غنوض دابا فين غادي غنبدل حوايجي وغنمشي باش نبدل ساعه اخرى مصطفى 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 مصط
Yeah.
السلام عليكم. كيف حالك يا مصطفى؟ خويا عبدالله صحيح مزيان بخير. الاسلام شكا خويا مصطفى؟ خويا الله هاني بخير. صحتك خويا عبدالله مزيان. هاد الوالدك كلشي مزيان. الله يبارك فيك خويا عبدالله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قالوا خويا انت خرجت يا خويا؟ خويا شي 20 يوم هذا باش خرج. يا اخويا الاسلام تفتح لي مصطفى مره اخرى يا اخي. هادي الوقت مغير راسه بهذه الدنيا. كنت خدام انت نخدم انا عاتي تقبلوش غير تخدم معاهم تيعرفوك مدوز الحبس يكريو عليك. وهاديك راه حاجه باينه اخي مصطفى. غادي سلام وصافي اخي. راني راه ما كاينش خدمه معاك وقع تحركوا ان شاء الله. الله واش غنقول لك اخي مصطفى؟ قضيه خويش الناس راه ديباني وصل الوقت مع الوقت صعب. والله الا تبغات شي حمام وكيما عندك جات بغيت تحسن عليها شي عندك ليله مصطفى. وغندير معاك واحد زوينه الا ديت من الحاج الزهره. وغندير معاك غندير معاك زوين تبارك الله. غادي اسمعني اسمعني غادي خلصت 600 ريال النهار مزيانه. انا ماشي موت عندي باني وصافي عندي باني كبير. هاتي خاي مصطفى انا نعطيك اللعيبه دابا. بلاش هكا خمس طاف البس هاد الجيلي. البس هذاك الجيلي البس. اكون هاني نحرر لك المرارة اللي كنحررها منك. هكا هاي العصية ولا شي واحد دارها ولا ها. شوف المهم انت هنا ريح. اكون هاني دير بالك هنا مع الباركين ولا لا انا غنمشي قصي في الجوع وغنرجع عندك. اكون هنا اخي عبد الهادي. اكون هنا اخي عبد الهادي. الله هنا اخي عبد الهادي. الله كل شيء حداك. اكون هنا اخي عبد الهادي. تقرب هذا باش نمشيو للحمام صايي مع دخولنا. هما 30 درهم ولا بلاش شنو وقت مريقه صافي. واخا خويا حط حط تما حط حط تما حط مزيانه. خونا ما شنو حاط انا في هاد الكاريطه انا في هاد الكاريطه مرارة تكوى شوية صافي تمنى لا تعافى. الباشير تقعد استحمل. شنو خلاتك ولا تحمص هذه هي الخدمه؟ راه مقبيله وانا فايق اصاحبي. شنو مقبيله وانا فايق؟ اش عم طوموبيل مشات كاع ما تخلصش؟ بلاتي اخويا بلاتي. واش من بلاتي اخويا ولا تزمر؟ سير على بحالك هذه هي الخدمه. تقول لي انا بوا خدمه معاك تقام بالسهر شنو عطاني 600 ريال اصاحبي؟ بحالك اصاحبي عطاني 600 وقام. سير بحالك. فايق على مسهر. سير بحالك. سير اصاحبي سير. خدمة ديال المرض. تبقى فايق لي ترى. سير اصاحبي سير. حاضر يقصر. سير بحالك اصاحبي قبل ما نضرب. اكرم خدمنا بكري دم قابلنا دمنا يوم كان خلصا تخسر عجالة بدي اجي وخدم ما الخوي عبد الهادي مقلقك هاني ليا مرشاد ماشي بخير الله يخليك واحد واحد معصبني في هذا النهار وصافي مالو خوي عبد الهادي قال لك اخويا غنخدم ياك ابن ادم غيخدم قلت ماشي مشكل نخدمو جا انا هو يتكالك ويلهاس طوموبيلات غاديين جايين شي بلاصه بداو ما تتخلص ليا ما عاد حتى شي واحد ما فيش عرق السي ورجع غايشوف جابد عليا جيت انا نفر بيك تنضربو اصاحبي لا ما تضربوش لا سي خليه يرجع الله حدك خويا عبد الهاديك هانيه انا نجيب الطوموبيل سير جيب البلاصه على خاوي ما تجيش انا مرحبا خويا صافي خويا عبد الهادي انت كاينه هنا انا صافي الله حدك خويا عبد الهادي مالك يا ودي مالك اخويا لا 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 اخويا العسالة السلام عليكم اسمع لي اخويا ما تجيش عليا السلام عليكم 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 السلام الله يعاوني على مالي حاضر يا قصاص وحشومة تلاقي عاوتاني لا ما صابش لا ما صابش 600 ريال هاك اخويا قسم قديم حنسرا ويلا خارجين وهكا نرتاحوا شوية الله يحسن لهم انت واحد ما لقاك يبغى يا اخي مصطفى لا لا يلا اخويا واحد الساعة اسمح لي اخويا خلينا نتحرك اخويا الله يسهل ان شاء الله ريحات برد شوية سالي والله غنمشي اخويا راه سير اخي الله يسهل الله يعاون اخويا سير اخي الله يسهل 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 اخي ال
زكي السلام عليكم خويا زكي. اهلا خويا زكي، بخير بخير مية ريال السويلة 100 ريال، الحلوى حلاوة 100 ريال، والحلوى 100 ريال. فين اخويا؟ سير العواني سير، انت ماشي راجل اصاحبي. انا ماشي والله ما راجل والله، انت ذاك ما خدمنا معاك اصاحبي تريت على المدير الاخوان دير والو. شو ما درت السلام ديال الله يعاون عارف اصاحبي شنو درت في الثقات عاد تبغي تسلم عليا. راه ماشي خايلة ديال مصطفى اصاحبي. الله يعاون عارف. كنتي خايل الطابلة تقول لك سير الله يعاون عارف اصاحبي. جاي نبرش نسري. انت ماشي راجل الناس. سري عندي ولاد. الله يهديك مصطفى. سير اصاحبي سير. شنقول لك الله يعفو عليك. الله يعفو عليا ماليش شي نخاتي نجيب. نجيب. الله يسهل عليك. 100 ريال. الحلاوة 100 ريال. السويلة 100 ريال. السلام عليكم. خويا بخير. 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 هذه الموسكا خير. أنا قوي صعب جود. طيب ليش؟ أنت قوي شاورا. أنت قوي شاورا. والله والله يسلم. أنت قوي يا دير. إحنا لك عارف يا الله تنزل. يلا الله يعاون أخي. واخويا حمزه والله اللي نشوف بخايبه البسمه عقد ربح. واخويا ليلى يلا على وقت اخويا. واش دير انا؟ يا عمر مزيان. لا حد اخويا حمزه والله. الله يشوف بخايبه البسمه عقد ربح. واخويا ليلى يلا على وقت اخويا. واش دير انا؟ يا عمر مزيان. لا يلا بخير الحمد لله بعدا من جا الفرج. شي اللي نفسه خايبه فين تيوصل؟ هذاك الشيء اللي كاين اخويا راك عارف اخايبه وقت ما حنا ما مناويينش كاع ندوزو. دابا شنو هذا الشيء كاين شي خدمه كاين شي حاجه. واخويا حمزه ما كذب عليك والله. شكلنا عينيك اليوم اخويا حمزه. واخويا شنقول لك؟ ملي خرج شي خايب خدمه اللي مشي فيها.
بنادم ما كيعرف المجتمع ما كيرحمش حتى عارف بغينا ندوز الحبس تيجي عليك ما خلينا ما دوزنا خويا بعنا الديسير خدمنا في السوبر مارشي خدمنا مع شحال من واحد اخويا ليلى يلا واش دير لا حول ولا قوه الا بالله المهم غادي نستافد ما عندكش حل باقي نستافد اخويا شي واش نقول لك والله الا بما كلهم تسدوا في وجهنا وحق الله ما نكذبش عليك عندك واحد الحل شنو هو اخويا حمزه كاين واحد السيد اللي بغى شي يتحرك انا وقسني بالله اخي مصطفى عندي الفلوس والله ما نزيد دقيقه انا ما عنديش الفلوس عندك حتى من تطبر الفلوس غنصيفطك مع السيد غارانتي اخي مصطفى غتمشي ما غدور واتينا بها خويا اتينا بك دابا اللي زربش عطل اخي مصطفى اسمعني واش انت يا السير باغي تمشي ولا هاي كتقول لي خويا اش غنديروا في هاد البلاد اصلا ما عطاتنا والو اخي اش غنديروا في هاد البلاد البيبان اللي مشينا لها كلهم مسدوده اي بلاصه كنمشي تخدم فيها تيتريو عليك اسمعني اخي مصطفى نقول واحد جوج كلمات يعجبوك انا نهضر لك مع السيد انت وصلت لي اييه انت راه بحال الوالد ديالي في المشابه ديالك الله يحفظك اكبر مني الله يكبر بك انا عندي فلوس والله تنمشي ما عنديش فلوس وما كاينش اللي بغى يعقل عليا انا راه راك عشتي معاك خرجت من الحبس راه ما غير القهوه اقوى الرواج كذا انت راك عارف المهم خير مصطفى اللي نقول لك انا عيطت للسيد عندي واحد الدقيقه انا مديبانيه انت راك عارف الوقت والو الله يحفظك خويا شين والله انا عيطت له اخويا غادي تجي تفهم تويه بشرط واحد هو شي تيب نونس تفهم تويه شغلكم هذاك انا ماشي سوقي انا غنعرف هو الباي ديالي غيوصلني كون انا خاي شي والله تنشقى في هذه العاقه هذه وغنمشيو باي وجه يمكن هادشي هاد الهضره هادي انا عيط له دابا الله يكبر بك خويا شين والله يحفظك انت خويا رويج انت تما ملي كنتي معايا في الحبس والله خويا رويج والله انا عارفكم غادي شنو مرات شو تلفات ليا يا اصاحبي الله يحفظك اخويا شين والو وفين رضوان هادي شوف 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 راه عندي دقيقه ديال التعبئه بلا ما تساليها لي الله يرحم خوك انت راه ديما لافرات ديال عوجين اجي عندي اخي صالي هاوس دابا راه واحد السيد واحد الكليه بغات صافي ديال بلا ما تخيل لك الوقت ديال المغرب جيت عند السيد دايا راه مسكين هو راه باغي يحط فارات ديالو خويا شين والله يكبر بك اخي والله الا درتي معايا الرب زوين شوف اخي مصطفى السيد دابا غيجي عندك انا تفهمت وياه بينك وبينه انا مش سوقي انا هو راه السيد كاراندا كون عارفو راه تيسكن حدا دارنا كان شي حاجه نديك شال دارو اي باش تعرف بغي نهار معقول حنايا انا حاجه وحده انا عارفك راه ما تسانيش خايف في راسك اكون انا اخويا شينوي باين لي نعرف كون انا اخويا شينوي عارفك شنو مرة والله عارف اخي وباقي تتكيف اخويا شينوي تكيف هو الا باش تجي لنا شي كارو اخي مصطفى الله يرحمك الاولين اخويا اش نقول لك ماشي مشكل خذ كار نور تجيب لنا شي كار الله يرحمك خويا مصطفى دوك لافير مشيت اوروبا دا ودا عزبي يا يعني البلاد كبيرة لا السلام عليكم باش تجيب شي كرسي اخوجي شينوي شينوي اول مرة ما تعطل مرحبا ما عرفني على القاس ديالك اول مرة ما غنتعطلش كي داير خويا بخير مزيانة شينوي مزيانة روسي نعم مرحبا 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 والثمن اخويا غنديروا حنا تنديروا 4 مليون كتمشي بسوقك غادي ندير معاك واحد الثمن ديال الاخوه على وجه هذا السيد هذا تنعرفو وانت يا ربي يجي يبغيك والله الا ربي يجي يبغيك وجابت بين يدي يا ربي يجي يبغيك ربي الله غادي ندير لك انت 3 مليون ونص اي حري جوج بارك عليك انت كاع ماشي مشكل ليه اخويا وي الزيد مصطفى مرحبا سي مصطفى مرحبا شوف جيبها مليون ونص مزيانه بزاف عليا اخويا بزاف راك عارف والله ما عندي غنشوفها غير من الدبر عليها وقيلا نديك انت راكب في الدريفين والله ماشي لي بالي مصطفى او السيد ضحك عليها كاع شوف شوف الله يهديك حنا راه غتمشي مؤمن اسمع شوف 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 غنحيد لك داك النص مليون صافي وحنا كما تنقولوا والله ما عندي شريه دابا غنمشي نشقى فيها وصافي تشوفوا مرحبا حنا كما تنقولوا راه شي تيخلص على شي الله يحفظك اخويا ان شاء الله غتريق معايا الامور
انا غدا ان شاء الله نحضر لك غدا ان شاء الله هاني اخاي نديرو في شي بريسه الله الا ربي يجيب غير ميجي واحد تقارنا بالبلاد اخويا خرج من الحبس الشباب البلاصه اللي تيمشي فيها تيخدم فيها فيد الشباب حنا فيد الشباب حنا نفديو الشباب بدمنا وارواحنا ونديوهم يدبروا على راسهم وكاين ولكن ما كاينش الشباب غير حماق شوف انا دابا عندي شي حاجه غادي نمشي لكادا التليفون بيناتنا صافي ان شاء الله غنمشي بزاف شقاف هذاك اللعيبه وانا معاك هي ورا جايه تشربها وخلصها صافي كون هانك صافي خويا الله يكبر الله يعاونك طاليا صبا اليوم والله الا مزيانه بالله 10000 درهم ومخيره كاع صافي شنو بقى ندير انا في هاد البلاد والوالده الوالده نعم وليدي واش جا الوالده ياك لاباس اوليدي ما كاين باس الوالده اجي قلتي حدانا ياك لاباس انا وليدي الوالده ما كاين ما نخبي عليه اليوم تلاقيت مع واحد الدري صاحبي في القهوه كندوز معايا مسكين ليه وتلاقيت معاه وعرفني على واحد السيد تيحرق ودير معايا واحد الثمن مزيان تيحرق الناس ب 4 مليون 5 انا داير معايا مليون ودابا ما لقيتش مين نجيبها واش كاين مين ندبر ليا الوالده ولا ما كاينش واش غنقول لك اوليدي ما كاين مين ندبر لكن كاين عندي واحد دايب كان شاري ليا باك الله يرحمه انا غنعطيه لك اوليدي والله يسخر لك الله يستر عليك الوالده الله يسخر لك اوليدي انا غنقول لك تقاد الامور انا معاك الوالده انا وليدي غنجيبو لك يسر عليك ها هو وليدي ها طيب الله يسر عليك الوليدة ها هو الخير والبركة الوالدة الخير والبركة الخير والبركة هكا وليدي الله يسر عليك الوالدة الله يسر عليك الله يسخر لك الله يرضي عليك الله يسخر لك الله يسر عليك الله يرضي عليك وليدي شوف الوالدة ان شاء الله غير نمشي للخارج راه انت الاولى ان شاء الله غنجي نديك الحج وديك الساعه نعطيك اللي بغيتي الوالدة ان شاء الله وليدي الله يسخر لك الله يرضي عليك الله يرضي عليك دابا غنمشي نشوف معاه دابا الله يسر عليك يلاه وليدي الله يرضي عليك نشوف بعدا نعيط هاد الحراق هذا السلام عليكم. السلام عليكم. اخويا بخير. شكون معايا اخويا؟ انا اللي على حسب الشينوا اخويا اللي كنتي درتي معايا البارح، تلاقينا البارح انا وياك في القهوة. اهلا بك. اي اخويا الله يحفظك اخويا. وقول لي واش واجد؟ واجد اخويا راه جبت لك هذاك الشيء، علاش عيطت لك اخويا؟ راه جبت لك العاقة باش. مرحبا اخويا، العاقة انا معاك عندي بزاف، فين كنت؟ شوف نتلاقاو حدا البحر. تلاقاو شي دار خويا تلاقاو فيها العشيقة والعرضة أييه تما غتلقاني تلاقاو وصافي أخويا أنا راه تما راه جايب لك الأمانة أخويا راه ليلة يلاه نعم خويا وصافي تلقاني حدا العرصة أنا وأنا حداهم راه حداهم راه حداهم نيت أنا يلا صافي أنا غادي نجي عندك وصافي اخويا صافي اخويا الله ما تعطلش عليا اخويا الله يكبر بك صافي كيما خلاو المصريين ما تمشي الدكه الله يحفظك خويا الله صافي اخويا صافي الله يحفظك الله يحفظك مسمار دابا وطرقنا الغربة تنادي غتكون مع 10 مع تلقى خوتك تما تيتسناوك حدا المناره عقل معايا مزيان صافي اخويا كون حدا المناره كون انا انا غنكون تسعود نكون تما كاع 10 لا 10 كاين تسعود 10 غتلقى خوتك كاملين رايحين تمايا وعاد الناس
اللي غيديوكم غيجيو بالزوديا. الله يحفظك خويا. يلا يلا الله يعاونك الله يعاونك سير الله يسهل عليك الله يسر امورك الله يحفظك خويا بارك الله الله يعاونك الله يسر عليك الله يكبر بك خويا. البركه ديك اللي الطاليان يا ودي الطاليان طاليان مشيت ليه انا طز وطز. عطل عليا بس عطل الله كيفاش عطل بزاف هادي عطل اصاحبي دابا دير معايا مع العصا دابا 11 دابا الساعة المكانة ديال الرابعة. السلام عليكم. السلام عليكم بخير هانيا عطيتو مليون مليون انا راه ما داريتش 100 مليون دخلنا لك والله كان جينا باش نصبر راسي وصافي والله الا جا عندك اخويا كنت نسناها صافي اه ما كاين لا تما لا تعطل عليا اصاحبي واش حاول امشي اخويا رفع عليا شي من قبل الناس يقولون عيطي واش نكايصوني ما يمكنش واش نك تيصوني التليفون طافي ياس طافي راه شنو تقول لي وضح حرام واخويا الله يصبرك وصافي وضح حرام حتى التليفون طافي شي يقول هذا هي رزقي مشى ها هي امي انت رزقي مشى والله رزقي مشى والدنيا رزقي وذهب الوالده بعثوا ورزقي وضح حرام ثاني واش ندير دابا اش ندير دابا رزقي مشى ليا اش ندير واش ندير رزقي مشى ليا عيب الله وداك الوالده مشى واش داني اخويا شي حريق ولا كدا خلينا مع الوالده ووضع حرام طافي عليا تليفون داري رزقي واش بغيتي عندي ووضع حرام انا الله ينكي عليك الريالات اللي تنكسبهم ديتيهم لنا اما هكا ويلي اشتك رجعتي اقلابها سمي والواليد هذا الله علينا انا والواليد هذاك السيد اللي كنا دايرين معاه حرقنا وصدق وضع حرام نصاب ودار عباد الله رزقهم خلاني تنتسنى منشور تما وطافي عليا التليفون جا والله جا واحد السيد تما تا هو فايت ناصبين عليه بشي 8 مليون قال لي البركه في راسك بعدا ملي داو لك هذاك مليون البركه في راسك راه داو لي 8 مليون وقال لي تجي تما غير مفوج على قلبي باش يتفكر هذاك 8 مليون وانا يا وليدي داو لنا رزقنا داكشي اللي نكسبو داو وانا يا وليدي وانا يا وليدي رزقنا واه الوالد دار ما عندك ما ديري دابا لا اله الا الله اي والله يدير تاوي والرزيق اللي كان عندنا الوالدات داو علينا دابا ما كاين ما دير في هاد البلاد هذا واحد غير يحرق ولا ينتحر ولا في هاد البلاد الله يغرق الوالدين الشقا ونعرف الشيطان وليدي الخليفه على الله نعرف الشيطان واه الوالد لا اله الا الله يدير الله تاوي نعرف الشيطان الخليفه على الله وليدي الخليفه على الله لا ما تفقس في راسك Thank you.
هذه هي باش حد الحياه ديالي، حيت هاد البلاد ما بقى فيها ما يدار. يا ربي تسمح لي يا ربي نحد حياتي باش هاد البلاد ما بقى فيها ما يدار. البلاصه اللي مشيتي ليها ديبان تسدو. غنانا الله مكاش فلوس 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 فلوس. قيدوا لي السلعه اللي خصاكم باش نجيبها لكم ان شاء الله في العشيه. غنطلع لكازا باش ندفع على كوموند صافي. و هذاك سميتو الحمار اللي دو حيدوا لي من تما صافي. حيدوا لي من تما صافي. وخصنا شي تريبورتر شحال هادي ما دخلناهمش يسول عليهم الناس صافي. يلاه الله يرضي عليك ويدي. ومره مره دوز السيكي وعلى الحاله بحال هكا ما تعرفش ليا روايح بحال هكا في المستشفى. اجي اجي دخل لي يا ولدي هذا هنا دخلوا داخل داخل. راه موصين عليه هذا الخبر هذا موصين عليه واحد السيد في كازا. الله يسر لك يا الله. الله يسر لك يا الله.